أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تصميم الشعارات على برنامج الستريتر. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار انستغرام. في البداية راح نفتح قياس 500×500 بكسل، وطبعا بعد ما نفتح المقاس راح نضيف شكل مربع. طبعا نضغط على المفتاح شيفت بهذه الطريقة. الآن من خلال المفتاح شيفت أضغط عليه ومن أداة الدايركت سيلكشن، وطبعا أقوس الأطراف بهذه الطريقة. ممتاز. الآن هذا الشكل أفعل الجزء الأمامي، والستروك راح يكون بلا. طبعا نفعل الجزء الأمامي، تعبة الأمامية، وطبعا راح نختار الجريدينت. الآن راح نجي نقسم الجريدينت هذه إلى 5 نقاط، النقطة الأولى والنقطة الثانية، طبعا بهذه المنطقة النقطة الثالثة والنقطة الرابعة. طبعا بهذا الشكل نقسم المسافات تقريبا بهذا الشكل. طبعا هذه النقطة نسحبها إلى الأسفل بهذا الشكل. الجزء الأول راح يكون باللون الخردلي، الجزء الثاني راح يكون باللون الخردلي الغامق، الجزء الثالث راح يكون باللون الوردي. طبعا لا بأس انه هذا الجزء الثاني يكون البرتقالي، والجزء الاول يكون الخردلي الغامق. الجزء الرابع راح يكون اللون البنفسجي، والجزء الاخير راح يكون البنفسجي الغامق. الان الزاوية راح تكون 45، طبعا بامكاننا نكتب او نختار من هنا الزاوية 45. ممتاز. الآن راح استنسخ هذا الشكل بهذه الطريقة. أضغط كليك أيمن، ومن Transform راح أختار Scale، راح أخلي النسبة 75، طبعا هي كانت 100 مدام فعلين البريفيو، راح أخليها 75، ومن ثم أضغط على المفتاح أوكي. راح ألغي التعبئة الأمامية، وراح أفعل التعبئة الستروك، راح يكون بهذا الشكل. الآن هذا الجزء راح أخليه بهذه المنطقة طبعا بالمنتصف، وأختار ستروك مثلا هذا الستروك، وأتأكد أنه الستروك هو بالمنتصف بهذا الشكل. ممتاز. طبعا لا بأس أنه صغر ستروك قليلا بهذا الشكل. الآن راح أضيف دائرة، طبعا نضيف الدائرة وراح تكون بهذه المنطقة، طبعا نسحبها، نسحب الدائرة تكون بالمنتصف، طبعا ممكن تكبر قليلا بهذا الشكل. الآن راح نضيف دائرة أيضا أخرى بهذه المنطقة، وطبعا راح نلغي الستروك، وراح نفعل التعبئة الأمامية، وطبعا نكبر الحجم، ممكن يكبر قليلا بهذا الشكل. لاحظ انه اصبح عندنا شعار انستغرام بطريقة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.